يعني حينما اجلي هذا المثال لتتبين لك خطوره الجراه على كلام الله ومدى خطوره الفهم الخاطئ لدلالات القران الكريم واثر هذه الخطوره على الخلط في المفاهيم عند المستمع فهذه الكلمه التي اتت محلاه بأل تفيد العموم نعم هل العموم هنا جنس يستغرق جميع افراده ام انه عموم مقصود به بعض الافراد دون البعض فالذي لا يدرك دلالات الالفاظ ولا يعرف مرام القران الكريم لانه لم يتسلح بكثير من العلوم التي اشرت اليها في المقدمه صحيح يقول والمطلقات يعني والمطلقات وهذه جريمه كبيرة لأنه ليس كل مطلقة تعتد بالإقراء سواء القرء هو الطهر أو الحيض نعم إنما هناك من لا تعتد بالإقراء هناك اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر تعتد بالأيام واللائي لم يحضن كذلك بالأيام وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نا. يبقى الحامل لا تعتد بالإقراء إنما تعتد بوضع الحمل نا. وهناك من لا عدة عليها يا, سلام. يا, أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أي إذا عقدتم عليهن نا. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون أي قبل الدخول بهن نا. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها في هنا بقى تخصيص اهو تخصيص العموم بعده مخصصات وكل المخصصات من القران نعم يبقى اذا الذي لا يستطيع او لا ينهض ان يجمع النظائر ليتامل النص في جو السياق العام لجميع الايات المناظره حتما لا محاله تزل به القدم ويقع في الخطأ ويتقول على الله تبارك وتعالى بغير علم ومن هنا تأتي خطورة الجرأة والجراءة عند أناس نعم. لم يتمكنوا من تحصيل العلوم ولم يتضلعوا في علوم وشروط اشترطها أهل الفقه بكتاب الله نعم. من أجل أن أصلح أنا لأن أتصدى وأقول قال الله أو قال, قال رسول الله مبينا مراد الله من كلامه ومبينا مراد رسول الله من كلامه صحيح ان لم اكن كامل الاهليه مؤهل تماما مستوفيا للشروط فالقول مني حتى وان اصبت هو خطا يا سلام ومن يا سلام هنا سلام ياتي الحديث من قال في القران برايه فليتبوأ مقعده فاصاب فقد اخطا وفي حديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار سيدنا أبو بكر الخليفة الأول كان إذا سئل يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت بكلام في كلام الله برأيي شوف شوف الحيطة شوف الحذر خليفة رسول الله رضي الله عنه يحذر ويخشى على نفسه أن يتقول في القرآن الكريم برأيه مخافة أن تزل به القدم يا سلام فأصحاب النبي صلى عليه الله عليه والسلام. وسلم انما عادوا إلى سيدنا رسول الله فيما احتاجوا إليه بدليل أن هناك تفسيرا للقرآن بالقرآن وأن هناك تفسيرا للقرآن ببيان النبي طبعا وأن هناك تفسيرا للقرآن بفهم الصحابي لان الصحابه عرب خلص واللغه عندهم سليقه لا يحتاجون الى تعلمها كشاننا نحن وتحصيل مفرداتها والتعمق في بحورها وغير ذلك اللغه عندهم سليقه فالواحد منهم كان يفهم من القران بسليقته العربيه ما لا يحتاج فيه ان يعود الى سيدنا رسول عليه الله والسلام. صلى الله عليه وسلم ولذلك الوارد عن ابن عباس في هذا يعتبر قانون يقول اعلم أن التفسير على أربعة أقسام قسم تعرفه العرب من كلامها اه خلاص العرب عرفاه صحيح وقسم يعلمه الراسخون في العلم اللي هو التأويل نعم التأويل أصحاب العلم آه نعم يختص به أهل العلم ولذلك لو لم يكن يختص به أهل العلم ما قيمة دعاء سيدنا رسول الله لابن عباس حينما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لا. وقسم لا يعذر أحد بجهالته يعني القرآن لما يقول للعام وأنصف المثقفين والذين لم يقرأوا ولم يكتبوا فاعلم أنه لا إله إلا الله تقول لك كلمة التوحيد يا سلام قل هو الله أحد هذا لا يحتاج الى تفسير صحيح, صحيح هذا لا يحتاج الى بيان صحيح وقسم لا يعلمه الا الله في في وهو ما استاصل الله تعالى بعلمه سر الهي نعم آه ما استاصل آه الله تعالى بعلمه اذا عندنا قواعد صحيح وقوانين ضابطه لخوض لجه هذا البحر الخضم